مرحبا، انا اوجد نبالي من اعزف دوت كوم، وبهذا الفيديو نتعلم واحدة من الاغاني التراثية اللي اسمها درج يا غزالي. اغنية تستخدم بالاعراس او بزفات الاعراس. هاي الاغنية على مقام البيات، وبهذا الفيديو راح نتعلمها من درجة الري. هلا مبدئيا خلينا نستعرض مقام البيات مع بعض على درجة الري، راح يكون بهذا الشكل. ناخذ مقام بصورة ابطأ، بنركز على العلامات المميزة اللي فيه، اللي هي راح تكون المينوس بيمول والسي بيمول. ري مينوس بيمول، فا سول، لا سي بيمول، دو ري، وبنرجع بالمقام. تمام، نبدأ بالأغنية. راح ناخذ أول سطر بالأغنية اللي هو بيقول كالتالي. هو سرعته بطيئة، بس برضو راح ناخدها بسرعة أبطأ شوي، اللي راح تكون سولفيج تبعه راح يكون بهذا الشكل، فا فا مي ري فا تو ثري ري مي ري فا فا مي ري فا فا مي ري فا تو ثري فور. تمام، بنتابع الجزء اللي بعده. إذا بنلاحظ هذا السطر عبارة عن جملة واحدة وبتنعاد 4 مرات، وهي جملة بسيطة جدا على وتر واحد، اللي راح تكون والسولفيج تبعها على الفا، راح يكون فا 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 فا، وبتنعاد كمان 3 مرات، اللي هي راح تكون كمان مرة بهذا الشكل. نيجي للجزء الأخير اللي هو راح يكون ناخذ هذا الجزء كمان مرة، اللي هو السولفيج تبعه بكون فا 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 سول مي ري. بنتابع، ناخذه كمان مرة، السولفيج تبعه راح يكون فا 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 سول مي. تمام، هلا الأغنية كلها من الأول راح تكون بهذا الشكل. وبهيك بنكون تعلمنا أغنية درج يا غزالة على مقام البيات، واللي بهذا الفيديو أخذناها من درجة الري.